تحية طيبة لكم متابعينا الكرام انتم دوما عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لأحوال الطقس اذا عدنا اليكم من جديد بعد التحديثات الاخيرة لنهار اليوم للنماذج العالمية لأحوال الطقس فيما يخص الجديد احوال طقس المناطق الجزائرية وايضا دولة المغرب وتونس يعني بصفة عامة شمال قارة افريقيا اذا متابعينا الكرام بعدما كان الاضراب الذي كانت تشير اليه النماذج حيث النموذج الامريكي كان يشير الى المناطق التونسيه والمناطق الشرقيه والوسطى الجزائريه ها هو تقريبا النموذج الاوروبي يلتحق بالنموذج الامريكي وايضا يشير الى هذا الاضطراب بقوه على المناطق الشرقيه الجزائريه ودوله تونس والمناطق الوسطى اذا تقريبا النموذجين يتفقان على هذا الاضطراب لكن هل تتغير التحديثات أم تبقى على حالها إلى غاية ما بعد العاشر من شهر أكتوبر إذا هذا ما سننتظره الأيام المقبلة متابعينا الكرام سنوفيكم بإذن الله تعالى بكل ما هو جديد فليعلم الجميع هذا اضطراب هو منخفض قطع من شمال قارة أوروبا هو عبارة عن تقريبا اضطراب قطبي المنشأ متابعينا الكرام هو تقريبا محمل بامطار غزيره معتبره وايضا اجواء ستكون بارده شتويه بامتياز اذا سنوفيكم بجديد هذا الاضطراب باذن الله تعالى ان شاء الله فقط تثبت هذه التحديثات وتغير وتتغير ان شاء الله للاحسن على المناطق الغربيه الايام المقبله اذا انتظرونا عبر قناتنا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لطقس الجزائر وكل الدول العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته